ثلاث تحديثات جديدة داخل موقع كانفا أو تطبيق كانفا، إن شاء الله هنتكلم عنهم النهاردة. ورجعنا لكانفا مرة تانية، بقالنا فترة كبيرة جدا ما اتكلمناش عن كانفا، ولكن المفارقة إن التحديثات اللي هتكلم عنها النهاردة أيضا تحديثات متعلقة بأدوات خاصة بالذكاء الاصطناعي. يلا بينا النهاردة نشوف الثلاث تحديثات، ما تروحوش في أي حتة، هنرجع لكم مرة تانية. متابعي قناة كل يوم موقع جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ثلاث تحديثات، وأول تحديث معايا موجود في البراند. وإحنا عارفين أن الجزء المتعلق بالبراند موجود في كل ما هو متعلق باللوجوز والفوتوز والألوان اللي إحنا بنستخدمها بشكل مستمر في البراند بتاعنا. يعني مثلا سي هنا الألوان اللي غالبة على اللوجو ماي براند كات، الالوان اللي غالبه عليه زي ما احنا شايفين، وممكن كمان الفونت اللي انت عايز تستخدمه وتضيفه هنا لو عندك كولرز او عندك فويسز نفس الموضوع. ممكن ارجع مره تانية هنا بالنسبه لانفوتك فور يو، ده الكولرز او البراند كات كولرز بتاعتي، الالوان اللي بستخدمها، برضو الفونت ممكن ان انت تحطه اد نيو، وايضا بالنسبه للفويس والفوتوز. ولكن ايه الجديد بقى في البراند؟ لو انت رحت لي الصور الموجودة عندك أو اللي انت رافعها، فنفترض ان صورة زي دي مثلا، لو انا روحت كده دوست على الثلاث نقط الموجودين في الفوتوز، هلاقي في حاجة اسمها generate from photo. فلو روحت انا دوست على generate from photo هيديني بوب اب ويندو، هيقول لي حطي الامر اللي انت عايزة تولدي بيه صورة في الستايل ده، بالستايل والالوان اللي موجودة جوه الصورة دي. الناس اللي بتبقى دريم لاب عندها ساعات مش بيظهر، لو انت رفعت صورة من هنا، يعني روحت كده رفعت صورة، عملت اد نيو ودخلت طبعا على البراند الاول، ورحت دوست زي ما قلت لك على الثلاث نقط، هتقدر تاكسس على الدريم لاب زي ما احنا شايفين. هنا ممكن اقول له ا دوج از جامبينج ان ذا جاردن، خليها جاردن هنا المره دي، وهنا هغير الاسبيكت ريشيو وهقول له جينيريت. هيبتدي يولد اربع صور ليهم نفس الستايل الخاص بالصورة الأصلية، وكمان الألوان اللي غالبة على الصورة الأصلية هي الألوان اللي غالبة على الصور اللي تم إنتاجها. وأديكم شايفين جودة الصور المنتجة بواسطة دريم لاب شكلها عامل إزاي. بتبتدي تدوس مثلا هنا وتقول داونلود إيمج، أو ممكن كمان تأد الأربعة دول للبراند كات عندك. طب تعالوا نشوف التطبيق التاني الموجود حاليا داخل كانفا. لو رحنا للأبس وابتديت رحت للسيرش ابس وكتبت دريم ساوند، هلاقي في تطبيق هنا اسمه دريم ساوند، ومن اسمه كده دريم ساوند هو تطبيق متعلق بالصوت. هنا ممكن يكون ميوزك باك جراوند او ساوند افكت باك جراوند. هقول يوز ان نيو ديزاين، وهخلي ديزاين بتاعي مثلا فيديو، بلانك فيديو زي ما احنا شايفين. وهنا هيظهر عندي جنريت وجاليري وهيستوري. هيستوري طبعا لو انت انشأت صوت او استخدمت صوت من قبل بيبان عندك في الهيستوري. الجنريت بتقدر ان انت تولد صوت بالذكاء الاصطناعي. الجاليري دي اكتر حاجة عجباني كمان، ان انت عندك مجموعة من الاصوات الممتازة جدا، وعندك كاتيجوريز كتيرة جدا ممكن تضيف منها ساوند افكت او ساوند ميوزك للباك جراوند بتاع الفيديو بتاعك. يعني مثلا لو انا رحت للنيتشر، اتمنى بس ان الصوت يكون واضح وتقدر تسمعه. شوية ساوند افكتس بصراحة ممتازة جدا جدا زي ما احنا شايفين. تقدر بعد كده تروح لجينريت وتبتدي تكتب مثلا حاجة انت عايزها، beautiful forest wind in the trees، او ان انت inspire me، وتشوف بعض الامثلة الموجودة. هخلي المثال ده هنا، هعمل جينريت، هستخدم one credit ل one second. هي المشكلة بقى في الحتة دي ان البريميوم عشان تعمل ابجريد للأسف الشديد عشان تقدر تعمل جنريت بالاي اي، لكن انا من وجهة نظري انت ممكن تستخدم الجاليري. الجاليري فيه حاجات حلوة قوي، يعني انت مش محتاج اصلا ان انت تولد اصوات من وجهة نظري يعني. وهنا الصوت زي ما احنا شايفين اوشن ويفز
اصوات تقدر انت تنشئها زي ما قلت لك باستخدام هذه الاداه، بس انا برضو بعرضها لك عشان تبقى انت عارف هذا الابلكيشن. نيجي بقى للابلكيشن الثالث، والابلكيشن الثالث بتستخدم الاي اي علشان تولد لوجو، وهذا التطبيق اسمه جن لوجو. تكتب في الابس جن لوجو في السيرش، تبتدي تدوس انتر، هيظهر معاك في الاول، هندوس عليه ونبتدي يوز ان نيو ديزاين. هتختار اللوجو، يعني هنا مثلا انا هختار التمبلت الخاص باللوجو، هو لوجو فوق هيظهر عندي في السيرش. وطبعا في كذا لوجو، لوجو ستيكر، لوجو تي شيرت، انا هختار لوجو اللي هو 500 في 500 بكسل. هينقلني على التطبيق، هنا بتبتدي تكتب الوصف الخاص باللوجو بتاعك في المكان الخاص بالتكست. في تراي ان اكزامبل، في اكزامبلز كتيره موجوده ممكن تجرب منها. وهنا انت بتختار الاسبيكت ريشيو بتاع اللوجو، انا هسيبه واحد لواحد زي ما هو، وبعد كده هبتدي اقول له جنريت وهنشوف مع بعض النتيجه. طبعا انت ممكن تروح لشات جي بي تي وتاخد وصف لوجو معين، وده دلوقتي هجربه معاكم بشكل عملي، وتطلب منه ان هو يولد لك اللوجو بناء على الوصف اللي شات جي بي تي عطاه لك. هنا تم توليد اللوجو زي ما احنا شايفين، هنبتدي نقول اد تو ديزاين، هيضاف الديزاين. ممكن تعمل رايت كليك وتعمل سيت ايمج از باك جراوند، نستنى بس لحد ما تنزل بالمنظر ده كده. ممكن بقى انت تكتب، ممكن تشيل الباك جراوند، ممكن تعمل اللي انت عايزه في اللوجو بتاعك. ولكن بص الجوده اللي هي بيزد اون او معتمده على التكست اللي انا عطيته له. هنا هبتدي اروح اعمل ديليت وهبتدي اقول له ستارت اجين. ممكن تعمل سيف تو ابلودز، الحاجه اللي انت تولدها هنا تبتدي انها تتخزن عندك في الابلودز. هنا هروح لشات جي بي تي وهوريك ازاي ممكن تجيب وصف للوجو. انا هنا قلت له جيف مي ا ديسكريبشن اللوجو فور ا باك براند شوب اتس نيم از ليلى، وهنا اعطاني الديسكريبشن زي ما احنا شايفين. انا قلت له بيزد اون ذا previous description، لان انت طبعا ممكن تطلب تعدل حاجات في الديسكريبشن. اديني التكست برومت اللي هعمل بيه اللوجو. هنا هبتدي ان انا اخد البرومت كوبي وهبتدي اروح احطه هنا وابتدي اقول له جنريت. هنا هو اعطاني اللوجو، هبتدي اقول له اد تو ديزاين، وادي طبعا اللوجو زي ما احنا شايفين. طبعا هنا مثلا مش واضح قوي، فممكن حرف ال اسيبه وابتدي اعمل سيت ايمج از باك جراوند، وابتدي استخدم بقى ادوات كانفا، يعني اروح للاديت استخدم الاريزر اشيل الجزء اللي تحت ده خالص وابتدي اعمل اريز. وارجع مره ثانيه ادي اللوجو بتاعي. ممكن بقى اعمل اي ايديت او اي كتاب انا عايزه اضيفها فوق. انا بديك بس مثال، يعني هرجع مره تانية للابلكيشن بتاعي. ولو رجعنا مره تانية هنلاقي ان انت ليك عدد معين عشان تنتج بيه لوجو في اليوم. يعني لو جربنا ان احنا نعمل اكزامبل زي ده وقلنا له جنريت، هيقولي ان انا استهلكت العدد الخاص بيه اليوم لان انا كنت جربته من قبل ما اقوم بشرح التطبيق. فبليز تراي اجين تومورو، بكره جرب مره تانية. بعتذر عن الصوت اللي ما كانش واضح من شويه لان انا كنت ما بسجلش من المايك، فبعتذر عن هذا الجزء، اتمنى يكون واضح. يا ريت تقولوا في التعليقات. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده، اتكلمنا عن ثلاث تطبيقات في كانفا ورجعنا لكانفا من تاني. يا رب يكون رجوعنا ده عجبكم والتطبيقات دي فادتكم. زي بقول لكم في نهايه كل فيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنت بتشوفنا لاول مره. كنتم متابعينا الاعزاء، ما تنساش اللايك والشير والكومنت. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.